فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابتلي كثير من النساء في الوقت الحاضر بلبس البنطال وهن يصلين به، فهل تقبل صلاتها؟ وهل صلاتها صحيحة إذا ظهرت قدمها أثناء الصلاة؟ ظهور قدمها لا تصح صلاتها لأن عورة في الصلاة، أما صلاتها بالبنطال فهي تأثم بذلك، ولكن صلاتها صحيحة ما دام مغطيا لعورتها، ساترا لعورتها. نعم.